احمد رايك هنا وين التحرك؟ لازم يكون شعبي او يعني لازم حكومات؟ اول شيء هو التحرك يجب ان يكون اول شيء لازم احنا نريد الحكومات تتحرك، بس يعني الواقع يفرض علينا انه الحكومات ما راح تتحرك. فاحنا نريد ضغط شعبي، الضغط الشعبي راح يضغط على الحكومات، اللي يدفع الحكومات تتحرك، يعني بالقوه ندفع الحكومات الى التحرك. انت اذا انتبهت ضيفنا كان يتكلم، نعم احمد انت اذا انتبهت انه ضيفنا كان يتكلم، هو ناشط عراقي عايش بالنرويج، كان يتكلم عن يعني امور يسوونها باستمرار، اعتصامات، تظاهرات، يعني ضغط كبير على الحكومه. هذا يعني باعتقادك هل ممكن تصير بالدول العربيه؟ والله ممكن تصير، يعني هي دائما خطوه الالف ميل تبدا بخطوه، يعني احنا اهم شيء الخطوه الاولى، يعني احنا بس نريد نشوف تظاهرات، نريد نشوف شيء شعبي حقيقي بالبلدان العربيه، يعني هاي راح تدفع الحكومات لانه تتدخل. نعم. الحكومات حاليا ما تتدخل لان ماكو ضغط شعبي عليها، والحكومات بنفس الوقت احنا نعرف الحكومات ما باستطاعتها تتدخل، بس مو يصير ضغط شعبي عليها، هذا راح يضعها امام الامر الواقع، وراح يضعها بالصوره امام المجتمع الدولي. نعم احمد. راح يفرضون على اسرائيل تخفف الضغط على غزه. شكرا على احمد. حاليا المساله البلدان العربيه يعني حقيقه احنا نشوف خذلان كلش كبير لان احمد غزه يعني. نعم احمد، لان الوقت، شكرا جزيلا على اتصالك ومداخلتك.